السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الأعزاء، أرجو أن تكونوا بحال وصحة جيدة. عدنا معكم حتى نكمل شرح اللوب أو الفور لوب. حتى نكمل الشرح مالته، عدنا بعد ما أخذنا الفور لوب مثل ما تتذكرون في المحاضرات السابقة، اليوم نأخذ النستد لوب. النستد لوب يعني إنه اللوب المتداخلة أو التكرارات المتداخلة. We can put loops on inside another to solve a certain programming problem. يعني انه بامكاننا نضع لوب داخل لوب ثاني او داخل مجموعة من التكرارات حتى نحل مشكلة برمجة معينة. ناخذ على سبيل المثال، اذا عندنا for للاي داخلها ممكن ان تكون for للجي، بس هذه الجملة اللي راح ننفذها for الاي لازم تكون انه begin وين، يعني بعد for الاي اكو begin، وبعد انتهاء البرمجة مالتها او الكود الخاصة بالاي فور الاي او تكرار الاي راح يكون انه عندنا اند. والجي ايضا العبارات اللي راح تكررها الجي اعزم ان تكون يجب ان تكون انه داخل begin واند. على سبيل المثال اذا قال عندنا الفور هنا فور الاي يتكرر 3 مرات وفور الجي نفرض انه يتكرر 5 مرات، شو راح تكون العملية؟ انه كل تكرار من فور الاي راح يتكرر الجي 5 مرات. فمثلا عندنا الفور الاي راح تكرر 3 مرات، 1 2 3، فكل مره بكل تكرار للفور الاي راح تكرر الجي 5 مرات. عندما تكون الاي 2 تكرر الجي 5 مرات، عندما تكون الاي 3 الجي تتكرر ايضا 5 مرات. حتى تكون عندنا واضح شلون العمل مالتها. الان خلنا ناخذ مثال عملي. Write a C++ program to print a multiplication table. يعني انه جدول الضرب، انه اكتب برنامج لغة السي لإعداد أو لطباعة جدول الضرب. إحنا هنا بعد إنه الانتمين برنامج الرئيسي راح نكتب إنه نعرف متغيرين I و J. ليش نحتاج ال I و J؟ ال I حتى يمثل لي العدد أو الرقم اللي أريد جدول الضرب مالته، وال J العدد المضروب فيه. مثلا إنه أدي جدول الضرب من 1 إلى 10، هو جدول الضرب اللي ناخذه أيضا أخذناه بالابتدائية وبالمتوسطة وأيضا إنه دراستنا. فجدول الضرب ايش راح يكون عندي؟ لازم نعرف اول بداية جدول الضرب للرقم 1، بعدين جدول الضرب للرقم 2، بعدين جدول الضرب للرقم 3 4 5 وهكذا. فالجدول الضرب لكل رقم راح يمثل بالآي، بينما الرقم المضروب بهذا الجدول مال الجدول الواحد راح يكون انه يمثل لي هبثه بالجي. فلذلك راح اقول for integer i راح يبني من الواحد، لأن جدول الضرب يبني من الواحد. إذا i أصغر، فطالما i أصغر أو يساوي 10، بعدين i plus plus حتى ألقى جدول الواحد 2 3 10. بعدها خلي begin. شو أحتاج هنا؟ أحتاج for العدد المضروب به، هو البداية i 1، لازم أضرب الواحد في 10 أرقام تكون الجي من 1 انتجر، لأننا معرفينه الجي يساوي من 1 إلى الجي أصغر أو يساوي شكيت قلنا 10 جي بلس بلس بين بيجن و إند. وش يقول؟ نقول سي أوت طباعة أول بداية رقم نخلي الآي مضروب أو عفواً الآي يعني نفس الواحد مضروب بين علامة single quotation مضروب في قيمة الجي هتكون تساوي الآي في جي. بعدها بارز منقوطة حتى نلقى انه جدول الضرب مثلا 1 في 1 راح يكون 1 في 1، 1 في 2، 1 إلى 1 في 10 راح يتكرر، راح يخرج من اللوب الجي. راح نرجع نقول سي اوت او عفوا سي اوت اند اوف حتى اترك سطر فارغ ايضا. بس قبلها حتى اميز هذا الجدول مال رقم لازم انه اخلي هنا أنا قبل لا أطبع إنه جدول الضرب راح إنه أخلي حتى مال جدول الضرب لأي رقم، فراح أخلي سي أوت بين دبل كوتيشن
حتى أميز نجمات حتى تفصل بين عدد وعدد و handle اوكي علامة الإخراج مرة ثانية أقول له اطبع لي ال i قيمة ال i حتى أعرف خلي ال i حتى أنه أعرف جدول الواحد بعدها أخلي handle فارزة مخفوطة هسه بعدها راح نشوف التنفيذ أقول له compile اوكي بدون ايرور برنامج هسه اقول له ران لاحظ دقيقه بعد ما كامل الكومباير اوكي هسه ران راح نشوف انه الاخراج مالتنا جداول الضرب او البدايه جدول الضرب للواحد للواحد العشره جدول الضرب للاثنين للاثنين للعشره اثنين في واحد اثنين في اثنين والى ان نوصل للعشره 10 في 1 إلى 10 في 10 100 هذا أول برنامج راح نستمر وياكم إن شاء الله عندنا المثال الثاني نكتب برنامج لغة سي حتى نلقى المضروب مالته أو المعامل مالته C++ to find C++ program to find the factorial إنه برنامج C++ لإيجاد المضروب أو المعامل هاش نكود أيو ستريم يوزر نيم سبيس اس تي دي انت مين بعد الانت مين نخلي بيجن وين بيجن بيجن والان نخلي انتجر ان الانتجر ان يتمثل العدد اللي اريده المضروب مالته سي اوت انتر نمبر تو فايند اتس فاكتوريال ادخل رقم لايجاد المعامل مالته سي ان الان هسه نخرج قيمة الان بعدها شو نقول اف الان اذا الان تساوي صفر راح يصير الان ان يساوي صفر اوكي هنا راح نعرف ايضا نسينا نعرف انه فاكت المضروب فاكتوريال بالبداية يساوي واحد اوكي فاذا ان تساوي فاكت تساوي واحد مباشرة اوكي بعدها else وإلا راح يصير راح يدخل بين begin و end begin و end راح يصير داخل for integer i تبديل من الواحد إلى i أصغر أو يساوي جيد ال n حتى ننضرب إنه من الواحد إلى العدد نفسه ينضرب في ال i فرزان قوطة i++ بعدها شو نقول الفاكت تساوي او مضروب تساوي الاي هنا لقينا الفاكتوريال بعدها سي اوت فاكت او نخلي العدد n من سنجل كوتيشن نخلي علامة المضروب عفوا دبل كوتيشن علامة التعجب تساوي قيمة الفاكت هنا راح نقول كومباير من ليش خلينا الشرط؟ خلينا الشرط لأنه مضروب الصفر دائما واحد سنقول له ران انت مثلا راح اخلي الصفر فمضروب الصفر واحد شوفوا النتيجة اذا اخلي خلينا نعمل سبيس حتى اذا خلينا الصفر راح يطلع المضروب مالته واحد اذا خلينا العدد مثلا ثلاثة فمضروب الثلاثة ستة لان ثلاثة في اثنين في واحد فيطلع ستة بس انه يوضح انه هاي العملية اذا تشوفوها بالبرنامج ما تكون موجودة البرنامج بالمثال اخذته اذا اف الان تساوي صفر الفاكت تساوي واحد ليش؟ لانه دائما المضروب الصفر تساوي واحد هاي ما بالرياضيات ايوالس والا راح يدخل لوب راح يدخل مثلا دخلنا الخمسة يضرب الخمسة في اربعة في ثلاثة في اثنين في واحد عداها انه المفروض انه المضروب مالته يكون مضروب الصفر عفوا يكون واحد